السلام عليكم. من بعد ما تعرفنا على لو كلافي اوكسيدونتال او اكس 20 ديال لا مارك رولون، اليوم غنتعرفوا على لو كلافي ارونجور اوريونتال او اكس 30. اول حاجه كنلاحظوا هي لا كولور بلو مارين لي استيتيكمون وفي المنظر زوينه بزاف. كيف ما موالفين رولون كتوفر لينا احسن سنساسيون ديال لي توش اللي كيستجبوا دغيا الاحتياجات ديالي، وفيهم دوبل فونكسيوناليتي اللي كنتحكم فيهم لو بوطون شيفت. ما نساوش لو نوب و لو بيتش اللي حتى هما لا كاليتي ديالهم ساتيسفيزون. هاد لو كلافي ارونجور اللي كيتوفر على 706 ديال الاصوات و 347 ستيل، يعني عندي ان لارج شوا في الاختيارات الموسيقيه ديالي، بلا ما نساو لا كاليتي ديالهم لي بروفيسيونيل وقريبه للحقيقه. نقدر نسجل 10 ديال لي شونسون و لا بوليفوني ديالو هي 256 صوت. بالنسبه للخدمه ديالو سهله بزاف. من الحوايج اللي كيشجعوني على انني نستعمل هاد لو كلافي ارونجور هو انه فيه اكرون LCD و لي باف ديالو كبار و كيتسمعوا بان كاليتي بروفيسيونيل، وما ننساش لو بوا ديالو اللي خفيف اللي هي 6.2 كيلو، وساهل في التنقل ديالو. هاد لو كلافي كيتوفر على كاع لي زوبسيون المهمين باش نلقى اكبر اريحيه في اللعب، مثلا ترانسبوز، ميترونوم، هارموني. دابا ندوزو نشوفو لي برانشمون اللي فيه. اول حاجه كاينه بلاصه البيدال سوستين، وحدها بلاصه لو بلوك داليمونطاسيون اللي كيجي انكلو معاه، بلا ما نساو اننا نقدروا نستعملوا البيل في حاله عدم تواجد سيكتور. كاينه اونتري ميكرو، وهذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، بحيث انني كنقدر نستغنى على كاع الماتيريال الاخر باش نخدم الميكرو ديالي. عندنا اوكس اوت اللي نقدر نستعملها مونو او لا ستيريو، وعاد فونز اللي كتمكنني من انني نبرونشي الكاسك ديالي. كاينه يو اس بي بي في حاله بغيت نستعملو ميدي، وكاينه يو اس بي ا باش الا بغيت ندير اون كلي يو اس بي ونقرا دي فيشي ام بي 3. قبل ما نساليو شوفوا معايا لو كار دو طون اللي كنلاحظوه على برا و اكسيسيبل، ونقدر اونغيستري فيه 12 اليوزر سكيل. بيان سور دابا غندوزو نديرو دي تيست باش نعرفو لو سون ديالو كي داير هاد لو كلافي. معكم نبيل من روك بويما، نتلاقاو في فيديو جديد.